الطفل العدواني يربك أهله ومعلميه ونفسه أيضاً. إدارة عدائيته والتعامل معها في البيت والمدرسة تضمن تخلص الطفل من لغة العدوانية في التعامل، فيرتاح هو أولاً وكل من يتعاطى معه ثانياً. ولكن كيف يكون الطفل عدوانياً ومتى؟ حسب موقع Psychology Today، الطفل العدواني هو الذي يتعمد إيذاء شخص أو حيوان أو إتلاف شيء بعينه. أما إذا كان مستخدماً لإيذاء النفس والغير فهو عدوان غير سوي. والعدوان عند الأطفال أنواع، منها الجسدي كالضرب أو الركل أو العض بغرض الإيذاء، واللفظي كتوجيه شتائم بغرض الإهانة، والرمزي وهو العدوان الذي لا يستخدم فيه الطفل يديه أو لسانه بل يعتمد على إيماءات أو مواقف أو إشارات، وهي بالغالب أساليب مكتسبة من الأهل حسب موقع كليفلاند كلينيك. ما هي أبرز النصائح الموجهة للأهل لتفادي سلوك طفلهم العدواني حسب منظمة Healthy Children الأمريكية؟ تحفيز الطفل للقيام بسلوك إيجابي عن طريق تقديم مكافأة أو هدية له لو التزم. لا مانع من تجاهل عدوانية الطفل أحياناً والاهتمام بالمعتدى عليه. تدريب الطفل على التعبير عن نفسه وأفكاره بالكلام المهذب والصريح. غالباً ما يقف الأهل حائرين بين كيفية تقويم سلوك أطفالهم وضغوط الآخرين عليهم وشكواهم من سلوكهم العدواني، فيقسون عليهم أكثر ويشعرونهم بالحرمان أكثر، في حين يحذر علم نفس الأطفال من أن تعرض الطفل لضغوط الكبار والإيذاء والعقاب الشديد من قبل الوالدين يعزز عدوانيته بقوة بدل التقليل منها.